نظرة سيئة من ناحية يقول لك ليك هذا وجاي من بلاد فيها حرب فيها عفايس كيما هكذا. جنيت عام عامين ومن بعد لقيت روحي والو. يعني في الجزائر حنايا ما يخفوش على الرياضي كما يلزم الحال. ولكن ماشي بالدموع باسكو ما نكذبش انا ماشي حد ماشي الدراهم اللي يبكيوني. ربيتك على اطار رياضه وانت راك دخلت لي في التجاره ضربته بدبزه للصدر من هذيك للساعه هذه. ما كانوش يعاونونا بوغ فير دوطخ ميداي اولمبيك مونديال. لما انسان يكون يعني بطل عالمي عده مرات ويكون ناقصه لقب اولمبي ناقص شيء كثير في الانجازات تاعو. انا جو بونس كو لافونير اي لي سومبر فريمون سومبر اي جو سوي تريست. اليوم رانا في بودوا وفي ضيافة عائلة سلطاني الملاكم الجزائري الذي يعتبر الملاكم الجزائري الوحيد الذي شارك في نسختين من الأولمبياد وتوج بميداليتين الأولى برونزية والثانية ذهبية. حسين سلطاني رحمه الله الجزائري الوحيد الذي توج بميداليتين أولمبيتين في دورتين مختلفتين. وكان ذلك في دورة 1992 و1996 على التوالي. يعتبر حسين سلطاني من مواليد 27 من ديسمبر سنة 1972 في الثنية بولاية بومرداس. يعتبر كذلك من أحسن الملاكمين الذين أنجبتهم حلبات الفن النبيل في الجزائر. عرف بداية تألقه في حلبات مدربه وشقيقه الأكبر المدرب عمر سلطاني في بودواو بولاية بومرداس. ووصل تألقه في كل الفعاليات التي شارك فيها حتى تمكن من حصد البرونز في أولمبياد 1992 ببرشلونة في إسبانيا. لكن عزيمة المرحوم كانت أكبر ودفعته للفوز بذهبية أولمبياد أتلانتا بالولايات المتحدة الأمريكية في الوزن الخفيف ليسجل اسمه بأحرف من ذهب في تاريخ الملاكمة الجزائرية، خصوصا وأنها أول ذهبية جزائرية في الملاكمة بالأولمبياد. حسين سلطاني تغير مساره بعد ذلك ودخل عالم التجارة ولم يكن يعلم أنه سيودي بحياته يوما ما ليختفي عن الأنظار ذات يوم من الفاتح من مارس سنة 2002 ويتم اكتشاف جثته بمارسيليا في فرنسا سنتين بعد ذلك في قضية تعتبر من أغمض القضايا في تاريخ الرياضة الجزائرية. عمر سلطاني الشقيق الأكبر للمرحوم حسين يفتح قلبه لحوار خاص خارج عن المألوف يسرد لنا فيه تفاصيل مسيرة الملاكم حسين ووفاته الغامضة وما حدث بين الشقيقين ذات يوم قبل وفاته. كل هذا وغيره في عدد اليوم من حصة أمجاد الأولمبياد. كما راكم تشوفوا مشاهدينا رانا داخل قاعة سلطاني واللي هي مخصصة لعائلة سلطاني واللي نشأ وترعرع فيها حسين مع بداية مسيرته في عالم الملاكمة. حسين سلطاني بدأ هنا الملاكمة مع عمر سلطاني اللي يعتبر أول مدرب له في عالم الملاكمة. راح نديروا معاه هذا الحوار لتتبعوه اليوم عبر قناة الهدف، لا تذهبوا بعيدا. بداية السلطان حسين مع الملاكمة كانت منذ الصغر رفقة الأخ والشقيق الأكبر عمر في بودوا بولاية بومرداس. فضل سلطان أنذاك الشاب التخلي عن الدراسة والتوجه إلى عالم الفن النبيل مبكرا. بداية حسين الله يرحمه كنت صغير. نهار اللي كنت أنا وليت أنترينر في 79 وليت أنترينر
في 80 تي هكذاك دخلتوه، هو كان صغير هكذاك ندخلوه باش ما يتريبيراش برا يقعد هكذاك برا. بعد دخل ليكول، بعد من ليكول بدا يكبر في ليكول وما بدون في لونترينمون ايتوا ولا يابسونتي في ليكول الاخر، كي عاد يابسونتي في المدرسه ومنا والاخر. خطره جيت انا خرجت شي وانا هكذا، هو في هذيك لابسونس تاعي كان بطل 3 جور ولا 4 جور في ليكول. بعثوا له كونفوكاسيون من ليكول. هذاك النهار انا كي جيت كانت راح تديه يما ديت تخاف العود نضرب ومنا والاخر. بابا وفا كان هذاك الوقت الله يرحمه كان يخدم، راحت يما تديه ما حبش تقول لي باللي هاواك ابسونتا في ليكول، بعثوا ليكول ولا هو تلمو ابسونتا. وليت انا كي خرجت يما شدت حسين الله يرحمه وداتو. انا مازال ما شفتها في الطريق وين راكي رايحه منها، قالت لي راح للديسبونسر راح ندير تشكا. قلت لها نديك انا ونرجعك على تروحي في الشتاء هذه ومنها ولا هي باش تدي حسين اللي يكون. نهار اللي لحقنا للديسبونسر قلت لها يما راهي، قالت لي يا وليدي لا لا، قالت لي والله جبت خوك اللي يكون، قالت لي ما تضربوش، قالت لي خفت تضربو وقالت لي على لابسونس تاع اللي يكون تواسي. قلت لها معليش. وليت دخلت قلت لها، عطيت لهم كونفوكاسيون في المدرسه. جاني المدير تاع المدرسه يسمى دار لي لابريزونس تاعو الاستقبال تاعو ما شغل بالاخر، ويتواسي بدا منا وهاو يابسونتي وانتم ما راكوش تبعوا في ولادكم ومنا والاخر. قلت له انا كلام اللي بعد، قلت له حبسوا من اللي يكون ايا يحبس دوك يحبس ايا. بعد ولا عاود دار هذاك المدير ولا دار يسمى شاف باللي الاخر ولا قال لي لا لا ولازم هكذا منا. ومن بعد عاود ولا يقرا، كي عاود ولا يقرا يسمى جاتو هو القرايه ولونترينمون يسمى جاتو بزاف. بعد اللي تحبسته قلت له شوف دوكا سوا تقرا ولا تنطرين، يسمى هو فافورا لونترينمون. كي فافورا لونترينمون قلت له بصح شوف تحبس اللي يكون مي بصح تبطل النهار تاع لونترينمون تخلص. بعد ذلك لم يطل الأمر كثيرا ليشاهد الجميع حسين سلطان يتألق بشكل كبير فوق حلبات الملاكمة سواء في الجزائر أو خارجها، شاقا طريقه نحو مجد عالمي لم يكن مدركا في البداية بأنه سيصله رغم صعوبته. ايا اسكت، هو ما كان يقول يقدر يقول لي ايه ولا لا لا. ايا تبع لونترينمون، تبع هكذاك دامني ولا يطريني ما غير لونترينمون. ابدا الشامبيون ابدا في بارتيسيباسيون تاع ليكول، ومن بعد كادي يخرج غير خرج شامبيون كادي، اللي جينيور كيف شامبيون. بعد دوزيام اني جينيور دخل جينيور اون فا دخل جاب 9 ميداي دور انترناسيونال في سي لا بروميير تورنوا تاع الجيرو اللي دخلها هو لا ميداي دور. ايا من ثم بدا الاخر. دوزيام اني جينيور كان في الاخر داوه، كان بقالو دو موا يدخل السينيور، داوه السينيور لا بروميير سورتي تورنوا تاعو تاع فينيس جاب ميداي دور مع أربعة شيخ ياسين دين مزيان الله يذكرهم بالخير. جاب ميداي دور ثم استاقنا روحو في ليكيب ناسيونال سينيور. أبقى من بعد راح موراها راح شامبيونا دي موند تاع سيدني جاب ميداي دور برونز مونديال. ومن بعد موراها دار ميداي دور تاع لي جوز افريكا تاع ليجيبت و شامبيون دافريك لي جو باناراب هادو. ومن بعد موراها تاع برشلون لي جوز اولمبيك برشلون جاب ميداي دو برونز. ثم اللي تكونت واحد لا تاكتيك تاعو اللي احنا نسموها ترافاي بيفونت. ثم بدات زدت انا ديفلوبي تاعو كي جا منا لهنايا، ابقى درت معاه لوبجيكتيف تاعو البروشان لي جوز اولمبيك. وزاد كان مع وليد خالته ثاني كان معاه يخدموا في زوج منا. ومن بعد موراها زاد جاع السوس ثاني عسوس، ما من تاكتيك كان كيما هو ثاني، كان يتعلم ما يخسر فيه ويخدم ثاني عسوس ثاني. كان لوكا يعني كان لي تسويفي منا والاخر كان يدير حاجه، كان 2000 كان يدير ميدايا، ما نقولش ميدايا دور منا بصح كان يكون ميدايا. باسكو 96 خسر في الكارت دو فينال مع اوكرانيا شامبيون دي موند، خرجت الكومبا 12 ماشي
درت معاه لوبجيكتيف معاه 2000، كان 2000 كان يروح مع مبارك، كان يسمى كان هو فافوري على مبارك، مبارك كان صغير منها، مي ما كاش ان جيد لي يعني سويفيه برا انا باش نتبع برا وداخل ومن سي ترو شارجي هكذا. كنت نعقب على لي زاتلات الاخر، نعقب من ثم في الحومه تاعهم، نسقسي ناس هكذا اللي يجوا يعني يهضروا لي، كي اتلت يدير حاجه برا ولا يجي يهضر لي، انا نبقى نسوي في هذيك واش هضر لي هذاك الانسان، ماشي نروح ليه ديريكت قالها واش درت واش درت، لا لا نبقى نتبع فيه نسوي في هذيك حتى نقبضوا، يسمى كي نقبضوا هنايا ما كانش. والحمد لله لحقنا النتيجه هذه تاع، ومازلنا ان شاء الله في المشوار هذا. بطل عظيم من ناحية الأخلاق، من ناحية الأخلاق، من ناحية المستوى العالي، يعني اللي فيه تكامل بين الأخلاق تاعو وبين المستوى العالي. مليح حسين كما يقولوا راه قدوة بالنسبة للملاكمين الجزائريين، راه قدوة وراه كما يقولوا راه دخل في التاريخ. وللأسف كما يقولوا فقدت الجزائر، فقدت رمز من رموز الجزائر. ومثل ما أشرنا سابقا، سلطاني هو الجزائري الوحيد الذي تمكن من التتويج في دورتين من الألعاب الأولمبية بميداليتين من لونين مختلفين، الأولى سنة 1992 أين نال البرونزية، والثانية في أتلانتا سنة 1996 أين توج بالذهب. شقيقه ومدربه عمر يقيم لنا مسيرته في الدورتين. لو نيفو تاعو كي طلع في 92 طلع كي دخل ليكيب ناسيونال كادي جينيور هكذا، كان كي يدخل اون ستاج يتلي بيرا في البيرميسيون تاعو نخدم معاه هنايا، نعطي له الروبو شويه لا جورني، ما نديرلوش لونترينمون تاع بيكوديليا، مي ندير له اون سيونس بار جور، ملي ما يجيش مسكين هكذاك بيرميسيون يقعد هكذاك ويقعد يدور ولا لا. انا نعطي له البحر، كنت نعطي لهم كي يروحوا يجي لهنا في الصيف البحر، يروح الوقت فلاني يكون هنا في الصاله، فهمت، نطلقهم يروحوا يطرينوا بعد طلقهم يروحوا للبحر، قال ساعه ولا ساعتين ولا لازم نلقاكم في الدار. بهذاك البارتيسيباسيون تاع ليكيب ناسيونال يسمى زاد العمر، جات دار قبل ما يدير برشلونه دار شامبيون ديمون تاع سيدني. اولمبيا 92 كما يقولوا اول مشاركه تاعه في الالعاب الاولمبيه، وكان عنده الحظ وشارك في وحصل على ميداليه برونزيه، ونشفى لها كنت صغير كما يقولوا، كان باش دار برونزيه كان سبب التحكيم في النصف النهائي، كان قادر يروح في نار، كان قادر يخرج ميداليه ذهبيه، كان سبب التحكيم حصل على ميداليه برونزيه. وفي 92 كان كما يقولوا دال اكسبيريونس، دال اكسبيريونس في 92 كان زاد خدم، زاد كما يقولوا الاكسبيريونس زاد في الحوايج وزاد عمل اكثر، حصل على ميداليه ذهبيه اولمبيه، وباش حصل على ميداليه ذهبيه اولمبيه ماشي حاجه سهله، انا ضد اثنين العب اولمبيه نعرف واش معناتها العب اولمبيه، فباش حصل على ميداليه ذهبيه ماشي حاجه سهله. ثم جا ميداي دو برونز، كان ثم ديجا مع كروكوف هذا الكومبا تاعو ثم مع البلغار، كان هو كان ثم في شامبيونات دي موند هذيك كان قادر يدير ميداي دارجو ولا ميداي دور، باسكو ثم على بال الكواليس تاع المونديال معليش. المهم انا كي جا معليش قلت له مازالك صغير جا، زاد دار برشلون دار لي زوز افريكا افون تاع ليجيبت جا ميداي دور، من ثم زاد ميداي دو برونز موراها زاد بريباراسيون ميداي دو برونز اولمبيك، يسمى هو كسب الخبرة تاع المونديال، كسب الخبرة تاع المونديال، يسمى هنا يا أنا كي جا لهنا لازم نزيد له في لو ترافاي وندير له موديفيكاسيون اللي باش هو يعاونني باسكو كسب لو نيفو انترناسيونال، وشاف لا تاكتيك وحنا كنا نشوفوا، أنا ديجا كان عندي أن جو تاع لي جوز أولمبيك كومبلي نشوف، ولا تاكتيك اللي تساعد هو غوشي ومع لي سيركيلاسيون خلقت له سيركيلاسيون هذيك معاه، بعد انا نعطي له ليكو تاعو في السيركيلاسيون يخدم، من ثم شفت لي ريفلاكسيون تاع يديه من تحت يخرجوا خير من ليكو من الفوق، يديرهم لا 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 ولا فينيسيون تاع ليكو لي جيج داربيت يعسوا سي لا فينيسيون تاع الكو، يسمى يكوشي لو بوان فيني
اي حكمت لقيت ثم دخلت مع الشركة هنا يخدم وانا ندور معاه هنا في الساك يخدم في الساك وندور معاه قوش عدروات يسمى دامني هو سوس كونتر على لي ديمارش تاوعي نروح اقوش هو يروح عدروات نروح عدروات يولي اقوش ويخدم عن سيركيلا ويطلق نعطيلو السينيال نقول له غير تسمع السينيال تاعي اطلق غير هو سيركيلي غير السينيالي يطلق والحمد لله نجحنا بها وخرج ميداي دور. يعني سلطاني كان اخ صغير معايا جاء هو في بعد 91 بعد 91 دار معايا لي جوز اولمبيك دار معايا شامبيون دي مون تاع الاسترالي في 91 وين فهمت يعني لحق حتى دومي فينال جاب ميدال برونز في شامبيون دي مون تاع الاسترالي من تم يعني تفتحوا لي البيبان كان طويل وكان ملاكم اشول يعني صعيب باش تلاكمه كان هو يستعمل الحركات تاع رجليه ويديه طوال كان يبوكسي انتيليجامو يعني قيسك وما تقيسوش بالك تقيسو فهمت حسين كما يقولوا انا كنت صغير نشفالو كان يلاكم نقولوا سفره في حياته كان باش دخل البوكس هذا كان فقير ما دخل الملاكمه هذه كما يقولوا سفره وعمل نقولوا وانا كان تري تري سيريو. بعد إنجازاته كان لزاماً على السلطات المحلية والجزائرية أن تكرم رجلاً مثل الجزائر أحسن تمثيل. بعض الإشاعات ذهبت فيما مضى إلى القول بأن حسين لم ينل أي تكريم، والبعض الآخر أكد بأنه نال تكريماً من والي ولاية بومرداس نظير خدماته للرياضة الجزائرية. وبين هذا وذاك يوضح لنا عمر سلطاني حقيقة تكريم المرحوم. الوالي هيدوك اللي كان هنا في ولاية بومرداس كان ريكومبونساهم او نيفو دو مينيستير ومن بعد كان دار له لا بروموسيون تاع باش يعطي له الو يدير شغل كومبلكس دو سبور. اي نهار اللي عيط من الاخر كان الوالي هذاك الله يذكره بالخير هيدوك كان كي كان جاي من مينيستر في لا ريكومبونس هذيك تاع اللي طالما طالو السكنه كي عاد جا في التينه تاع واد وشايح ديرابات به الطونوبيل كي ديرابات به الطونوبيل اونفا الحمد لله سلامات ماشي حاجه اللي تواسى كي جا لهنايا عيطت انا للديريكتور تاع الحاج كاروف عيطت له قلت له شوفي لا دخل الوالي نروحوا نشوفوه هيا فينا المعيط له قال له منا قال له لا قدروا نجوا منا قال له رحنا يعني هذا الريكومبونس اللي ريكومبونس يعني شغل قصرة ضحكوا كي واسا قال له كان معاه بروكيرور جينيرال الله اعلم تاع تيزي وزو قال له هاو اللي شرف لنا المدرب اللي تاع الملاكم اللي شرف لنا البلاد ومنا والاخر قلت له سيدي الوالي الحمد لله قلت له درنا اسم شرفنا البلاد منا والاخر وكتعطينا حاجه اللي نشرفوا بها نشرف بها ولادي ولا فامي دو سلطاني قال لي واش تقدر دير؟ قلت له حاجه اللي تبان البيبليك تبان الناس باللي في اطار الرياضه هذه ان شاء الله اخرين يعني يقدروا يخسروا يقول لك ان شاء الله نكونوا كيما هما قال لي تقدر كومبلكس قلت له هذه الساعه ما نقدرش صح الا كان حاجه تعاوننا فيها حاجه مليحه احنا رانا تاع الناس تاع البيبليك كاع قال لي معليش قال لي اما لو كاين كومبلكس يبودو نعطولك ان بارتي نعطولو ان بارتي تاع اللي يدير واش لازم للكومبلكس كيما نقولوا حانوت كوسميتيك كافيتيريا ريستورون قال لي ونعاونوكم ديروا كريدي بانكر ديروا تروا الاخر تقدر تعود دير لي روغروب مو دير الاخر كيما دوكا انا راني هنايا كاين لي زوتر ولايه سورتو نهار اللي نورغانيزو شامبيون ناسيونال ولا ريجيونال ولا ماذا بهم كاع انا في بودو ما يقولوش بودو يقولوا روحوا لعند سلطاني هذيك ما البلاكاني درتها باش يعرفوا سلطاني وانا من الشعب والى الشعب ثم نورمالمون ما نديرش قاعه الملاكمه نديرها قاعه من الشعب والى الشعب وانا نخدم نورمال وعنده دوكا محوانت هنايا راهي داير دي كيوسك وداير الاخر راهي يخدم على روحه مع مدام تاعو ولادو
يعني دار ريزولتا مليحه في الهوات يعني، وكنا نروحوا كان يجيب لي ميداي فهمت. دار اتلانتا وين بهر الجميع جاب ميداي دور الحق، وين جاب ميداي دور يعني اول مره في التاريخ الجزائري ملاكم يحصل على ميدالية ذهبية في الأولمبياد في أتلانتا. بعد تجربة فاشلة في عالم الاحتراف لم تتجاوز 10 مباريات، قرر المرحوم حسين سلطان الدخول في عالم التجارة من بوابة بيع وشراء السيارات، تجارة لم يعلم حسين رحمه الله في ذلك الوقت أنها ستودي بحياته فيما بعد، وسيترك بعدها عالم الفن النبيل وعالم الأحياء إلى الأبد. لكن إلى يومنا هذا لم يعلم بعد كيف اختفى حسين ومن كان وراء وفاته. هذه والله ما قدرت ندخل، أنا دوست معاه في نالمو في الموفمو هذيك، قلت لي أنت دخل التجارة توسي الهضرة تاعي معه الأخرى. جيت أنا عقب من قدامه لقيته مع واحد حبست، قلت له يا حسين انا ربيت رياضي ما ربيش ما علمتكش على التجاره، قلت له والرجال اللي راك تمشي معاهم ماشي في النيفو تاعك تاع ماشي ما تهضرش معاهم بصح ماشي في النيفو تاعك، تروح سقسي حاسبه، روح سقسي نور الدين المرسلي او توازي، قلت له بصح انا عن بالي ربيتك على اطار رياضه وانت راك دخلت لي في التجاره، ضربته بدبزه للصدر من هذيك للساعه هذه. حتى نهار اللي جاني الاخر سمعت باللي ديسباري، ومن بعد انا رحت لكيوبا سمعت هكذاك باللي ديسباري واسي، رحت لكيوبا ديت الجروب كما كان الجروب هذاك الوقت، ديت ربعه كاسل وساسي شادي جديوي، ديت جروب عم ذوك اللي كانوا يخدموا به. ايا كي جيت لقوني في الايروبور، في الايروبور لقوني هكذا لا تلفزيون من ولا قال لي جينا نهضروا لك على حسين، هضر لي على حسين، هضر لي على وين كنت انا واش كنت ندير منا، قال لي على ديسباري تاع حسين منا، قلت له ما على باليش كيف ديسبارا هو في فرنسا منا ولا اخر، قلت له ما على باليش وبكل صراحه ما على باليش باسكو انا كنت ستاج في كيبا، كي يجي ديسباري نستنى ودوكا منا، حتى من بعد ولا قال لك باللي اوفا هذيك كنت انا كنت داير ليكيب رايح للروس، ومن بعد ولا عاودوا دوروها وليت ديت ليكيب راح بعثوا لي للطليان، في لو مومون هذيك تاع الطليان هذيك رحت ديت ليكيب، كي وليت هما جاوا داو يما من هي ما نعرفش شكون اللي دومونداو منا ولا من هي ولا باش يديروا لا دي ان هذيك، جاوا داو يما داروا لها بيي داروا لها الباسبور داروا لها الاخر ما عرفتش كاع كيفاش داروا لها، ما كي جيت قالوا لي كي رحت لطاليان وليت جيت قالوا لي بلي يما راحت لفرنسا دارت لا دي ان وولات، ويما مسكينه من كنت انا يما ما تروحش الا راحت نروح معاها انا، هما جاوا داوها منا الاخر داوها لا لا جا والله ما على بالي اقسم بالله ما على بالي والله ما على بالي شكون اللي جداها بالك الا جات مدام تاع خويا ولا ما عوش نفهم، بس كنا كوبيت نورمالمون ما تروحش قال حتى كي يكون وليدي هنا هكذا انا ثم التواسي، ومن بعد انا وليت حوايج وليت خمم عليهم يسمى شغل داروها بيا هكذا بعثوني منا باش يدوها كاستري، وليت كاين حوايج امور بزاف دخلوا لي اللي ما قدر، بعد راحت دارت يما واش داوها ثم وعاودت جات منا قالت لي يا وليدي داوني داوني ثم لابوليس ومنا ولا دوك على حسب وسمع احنا وكنا لهي في الخارج وقال لك صح هو قتلوه ودور يعني رماوه في الرافان وكي لقاوه لقاوه ديكومبوزي داروا لا ديال بين ولادو بين يماه عرفوا باللي هو، مي امه ما عرفتش باللي هو باسكو لقاتو مشوه فوالا شكوك راهي احنا رانا نستناو ماذا بينا يكملوا في التحقيق ماذا بينا يلقاوه لما لا. هي دوك حاجه باينه، الاول كان لقى الدعم وكل لقى مسؤولين وقفوا معاه
ما يلحقش باش يروح لفرنسا باش يولي تاجر باش انت بطل اولمبي. ما نقولش بطل اثنين زوج ميداليات اولمبيه وعندهم ميدال برونز باش يكون ديموند. لو كان لقى الدعم تاعو وبدا راه عايش هنا في بلادو راه عايش مع ولادو راه بخير عليه وراه عايش. مي هو الحق كيما الله كان تاعو 92 دار الميداليه الذهبيه ما لقاش الدعم ما لقاش الظروف لابي تاعو حبسوها له. تما هو لازم يلجا باش يعيش ولادو باش يعيش حياته باش يلجا للتجاره والتجاره هذه كان هو يتاجر يطلع فرنسا ويعاود يولي وكذا. حنا دوكا كيفاش راح ما على بالناش راح في ظروف غامضه مات توفى جابوا لنا صندوق من فرنسا دفناه وربي يرحمه. السلطات الفرنسية هي من تكفلت بتحقيق وفاة المرحوم حسين سلطاني لكنها جرت في ظروف غامضة تشابه ظروف وفاته. رغم استدعائهم لوالدة المرحوم بإجراء فحوص الأديان وتأكيدهم بأن جسد المرحوم متطابق تماما مع حمض والدته النووي إلا أن عائلة السلطان لا زالت إلى يومنا هذا غير واثقة من تلك التحقيقات التي لم تتدخل فيها السلطة المسؤولة في الجزائر. ما كان والو جريان يسيب غير هكذاك مرة نشوفه في الجرنان حسين سلطاني ديسبارا هكذا 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 جريدة كما تسمع. ما كحتى واحد تدخل ما كحتى تدخل لا مينيستر لا لا فيديراسيون لا يسمى ما طوناش الحديث تاعو فيني يسمى اللي تقولها وخلاص انسان يقطع العياس العياس تاعو. احنا باش قطعنا كي جابوا لنا الصندوق ودرناه في حفره وخلاص. ما على بالي واش فيه ما والو هكذا كرفدنا ما فتحتوش ما فتحناش. جاول تما عطاونا اوامر بلي ما كانوا فوالا لا جوندارمي قال لك ما لازمش تفتحوه منا. قال لك وانا رفدت وخلخل واش عظم الداخل جاول ما تزعزعش كاع ما تزعزعش خلاص ما خلص هكذا يدفنوا فيه داروه منا كاع عاد نستغلوا خلاص هكذاك غير دفنوه منا. حكمت انا طونوبيل رحت كنت في الشراقه كنت رحت الشراقه نورمال. حسين مات معاه كلش فهمت نساوه وهذا كاع الدور تاع الاتحاديه دور الاتحاديه ما داروا حتى دور نومامو. هذا سيمبول تاع الجزائر في الملاكمه ميداليه ذهبيه وميداليتين ميداليه برونزيه وذهبيه نومامو كل عام يذكروه يديروا له دوره خاصه ليه دوره المرحوم حسين سلطاني كل عام باش نذكروه وما نساوهش وكل عام يتكلموا عليه. يعني بطل عظيم اللي ترك بصمته عالميا و يعني كيف فقدنا ما سلطاني فقدنا رجل عظيم فقدنا شخصيه رياضيه عظيمه في 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 الرياضه الجزائريه. من فروض يكون مناسبات يعني تخلد الذكرى تاعو حتى نعرفوا شكون سلطاني واش عمل سلطاني. يعني كنت نتكلموا سلطاني نتكلموا على انجاز عظيم سلطاني راه اسره الملاكمه الجزائريه. أما عن إمكانية فتح التحقيقات من جديد والدفع بقضية حسين إلى أفق أعلى لإيجاد الفاعلين والقاتل المجهول لحد الآن يجيب عمر سلطاني. مشينا يا ذكا هذا خويا مي هو وليد الجزائر ودار اسم للجزائر اسم جزائر أساسية تدخل في الأرشيف المونديال ما تفاشاش طول الحياة هكذا هما اللي يحوسوا عليه وليدهم ماشي خويا انا يا خويا صح الحق المستوى تاعي ولا ما عندي ما ندير له اللي تي ماجور بولاده المراه تاعو بولاده راه وليده دوك 20 راه وعنده زوج بنات ثاني راهم كبروا الله يبارك هما دوك انا واش انا الحق اللي معايا كان خويا صغير الحق اطولاج اللي خلاص معايا فهمت الحق قلت لك انا ربيتك رياضي ما ربيتكش بالزنازي هكذا ضربته ديجا كان كبير كان مزوج ضربته للصدر من هذيك للساعه هذه من هذيك للساعه هذه هاك تشوف خذاها خويا
وشهرين ابري الشوك تاع خويا بابا ثاني زاد راح. اه هاي اللي كيف وما كاش حاجه اللي غاثني قد من اللي راح بابا داها تحرك في قلبه. هذه هي. وتمنيت تمنيت قلت له نقص لك في العمر البابا نرجعك باسكو علاه تمحن علينا وتميزر علينا وكبرنا باش كانت الامكانيات اللي كانت عنده. كانت الناس تجيب الخبز فوق الارض هو يجيبه تحت الارض هو يحفر البيوت باش كبرنا والحمد لله كبرنا والاخر لي باش تمنيت لي باش نرجع الخير تاع الام والاب وندير والحمد لله انا نورمالمون انا فتحت لهم باب الجنه باش يدخلوا يعيشوا ونعيش انا جريت 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 وربي معايا وتمنيت منا اللي لحقت المستوى اللي باش نعيشوا لا فامي دو سلطاني يعيشوا المرحله اللي نعيشوا فيها نورمال متواصلين نورمال كي دار الفلك وزاد دخلت في الامور تاع الاخر عاد شوف انت اليوم اسكو طالب كاش ما نطلب والو انايا اسكو طالب باش يعاود يفتحوا خاصه وانه على بالنا بلي توفى خارج الوطن ماشي في الجزائر التحقيق هما اللي يتحملوا به مسؤوليه انا مديت انايا انا قلت لك انا المهم تاعي خلصت هذا الشيء اللي باش الاخر ما نقدرش نجري نطرح انايا ولا توز هذه الدوله هذا راه وليد الدوله فهمت راهم الناس كاع يعرفوا سي لا فامي السلطاني سلطاني تروح او نيفو انترناسيونال ها وك هذا بنو سلطاني جا حتى لهنا يطريني عندي يطريني عند سلطاني تروح او نيفو ناسيونال يجو يقول لك سلطاني نجي ندير ديسيونس عنده انا هذه هي المهمه تاعي دوك انايا هذا على حسين هي الدوله اللي تحمل به الدوله اللي تحمل به واللي دار له هذا الشيء واللي كان على باله بهذا الشيء راه بينه وبين مولاه نتمنى الجزائر ان شاء الله باش يعني كل سنه دير الذكرى تاعو باش يعني يبقى دائم كيما في السباقات في حمد الكلوش اللي هو شهيد كل سنه نديروا الذكرى تاعو حتى نوصل الرساله يعني واش حق سلطان يعني باش نعرفوا شكون هو سلطاني سلطاني راهو راجل عظيم راهو رياضي عظيم يعتز به كل الجزائري وش اللي حقه في الملاكمه في اللقب باللقب الاولمبي في اطلانتا وتغلب على الكيبيين وتغلب على الامريكيين ماشي حاجه سهله يعني رياضي عظيم عظيم ويعني نتاسف لان راح هو في عز شبابه كان قادر يدير عده انجازات كان قادر يشرف الجزائر في المدى الطويل ولكن يعني نتاسف احنا نتاسف نتاسف كثير على فقدان السلطاني كان حوايج كان يخدمهم انا كان نقول رفتهم عليه نقول لك كان انا بالنسبه لي كنت كان درت الملاكمه وكان تفكر كان قدوه قدوه كما يقولوا كان ملاكم كبير وكما يقولوا اكشت دات نقول سال البوكسور اللي عنده دو دار اثنين لعب اولمبيا وعنده دو ميدال اولمبيك سال البوكسور في الجزائر والافريقيا وعربيا عنده ميداليه اولمبيه ذهبيه ووقت ولكن بعد كم كملوا لك ما دخل في التجاره وكذا في فرنسا للاسف فقدت في الجزائر في ظروف غامضه وكنا نتبع الاحداث هو اللي شوف من ميداي دور تاع اتلانتا شغل جبد روحه من البوكس ولا بزنس يخمم على فيديو تاعو مسكين وناس ملاح يحب بزنس يحب الدراهم ولا بزنس فهمت ولا يجيب طوموبيلات الوقت زاد اش ولا يطلع يجيب طوموبيلات سما داق دراهم هو نيه بزاف مسكين فما عندوش الحيله وطاح مع ناس يمتلكوا الحيله وقعدتنا غروه بالدراهم والتعامل معاهم وين طفروها فيه مسكين التجاره تاعو هي اللي هي فوالا هي اللي داتو الطريق مش مليحه وجودنا رفقة المدرب عمر سلطاني الذي يمتاز بشخصية واقعية للغاية وتصريحاته المباشرة دفعنا للدخول معه في موضوع الفن النبيل في الجزائر الذي يعاني بشكل رهيب منذ عقود فآخر ميدالية أولمبية للجزائر كانت من نصيب محمد علالو سنة 2000 أمر غريب يدعونا لطرح سؤال وجيه وهو ماذا يفعل مسؤولو الملاكمة في الجزائر بهذه الرياضة التي أحرزت للجزائر أول ميدالياتها في تاريخ المشاركة الجزائرية في الأولمبياد وذلك سنة 84 بلوس أنجلوس الأمريكية الأسباب ما راهش ماشي موليها لي قابضينه
لازم تكون مراقبة من كل واحد، فهمت؟ ماشي قال أنا اللي يجي يقول أنا راني. وإحنا شو نقول لك بكل صراحة، لي مومبر فيديرال، لي مومبر فيديرال مهم يفيزي على البوست تاعو. لا ثلاث البوكس راهي بوكسي، الريزلتات تكون ولا ما تكونش. دوك لو كان يكون المدرب يتحاسب ويتراقب من طرف الاتحاديه، والاتحاديه تكون عندها لوبجيكتيف في الخدمه تاعها تاع لي زاتلات، اللي دير عندها اوبجيكتيف في الرياضه في لي زاتلات تكون الريزلتات. احنا ما عندنا ما تاع ديجا هضرت انا في لا طابل روم في التلفزيون، انا الماني كيما انايا، ما عندوش عين زياده ولا كره زياده ولا يد زياده ولا كيبا ولا يهضروا على لي كيبا. كيبا يضرب، احنا نروحوا للريستورو هو يضرب مرسو، يعطي له مرسو خبز مرسو فورماج هواتي. اقسم بالله غير عيت انا نعطي لهم حوايج هيا باش امن، غير ينحي حوايج يطريني بيهم، يطريني بيهم ينحيهم يشمخهم في الماء ويلحهم ينشروا يضرب السليم في الاخر ويعاود يتواز. فيغلبونا، غلبونا في السيريو السيريو. انا عييت نحكم وما هكذا، نقول كي هكذا وحدي نخمم ونقول على حتى هذو فافاتونا. هاني نشوف عبد كيما انا كيما هو، عينيه كيما انا كيما هو، الماكله ناكل كيما انا كيما هو، على حتى يفوتونا في الاخر. احنا ما كاش لازم يديروا الانسان اللي لازم في بلاصتو، لازم في بلاصتو، فهمت؟ ماشي قال انا جي يرفد لي كابتو يلبس سروال ويقول له يا بدا دير فوتيك ومنا ومن بعد خلي لاطريت يروحوا لو مومون. راك مديزيني للخدمه على 16، راهي مسؤوليه عليك الدوله. وانا كي نقول لك تدخل نهار فلان تدخل نهار فلان، ما تجينيش ما غدوه هكذاك ومن بعد تبدا دير لي. انا عطيت لي كونفوكاسيون على فونس نهار لو جور، قال باغ اكزومبل لو 15 ا 8 دو ماتان، راهي مسؤوليه عليك الاتحاديه، الدوله اللي راهي مسؤوله عليك. تجي تدخل ثم اللي صرا لك يصرى للدوله، الدوله يتحمل به، ماشي تقعد لي انا حتى العشيه وتجيني ولا من بعد تقول لي ترونسبور ولا تقول لي عندي مريض ولا عندي، فهمت؟ لازم انسان مدرب وكي يجي يدخل يخدم لاتلات يخدموا ويراقبوا. قال على 8 الصباح نوضوا على 8، ماشي على 8 و10 ولا على 8 غير 10، على 8 هكذا. قال على 10 ترقد، على 10 ترقد، ماشي على 10 و4 ولا على 10 غير 4 ولا. انا نعطيك ديزين ساعه ديزو ساعه ديزو، العشاء تاع الساعه 8 ساعه 8. المروح تجي لي تقول لي راني مريض، ماشي انا طبيب، هاوليك طبيب. الطبيب يقول لي راه مريض، نقول له وي مسيو دكتور ماركي عليه السلام في التكنيك تاعك. هذه هي فاش فاتونا السيريو افون تو. انا عييت نحكم لاتلات والله كيما نقول لك، اتلات هذا وخرج وكان صاحب مبارك الدم ما مبارك كان يدي له، اقسم بالله غير شتو يلبس كاوي غير مقطع من ومقطع منا، غير كي يطريني به ينحي ويلوح وينشر ويدور غير بالسليب تما في لافيا. ومن بعد هاو خرج شامبيون اولمبيك وشامبيون ديمون، فهمت؟ حكمته برا، قلت له بوسيبل انا بور باي مو سيرفيس، نو 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 هيفي الما هما يضرب الما هابلا هيفي نو بوينو. قال لي قال لي لونترينور تاعي ماشي مليحه، يقول لي لا لا صحه هيفي، هما يقولوا الشاف صحه الشاف. قال لي الشاف تاعي باللي ماشي مليحه، حنا اللي تقول له ماشي مليحه هذيك اللي تحلالو تولي له تبلو عسل. ها فاش فاتونا دنيا كيستيون، الاولمبياد ريو دي جانيرو راهو جاي ان شاء الله الصيف الجاي، تقييمك انت كمدرب كبير في الجزائر هنايا للملاكمه في المنافسه المقبله؟ اسكو شوف احنا احنا سوف ما نقدرش نفافوري لك حتى واحد، وما نقدرش ما نقولكش ما يجيب حتى واحد. احنا نتمناو ان شاء الله تكون باش ما تضيعش كثر، فهمت؟ نتمناو ان شاء الله تكون ريزولتا ان شاء الله اوموا ميدايا باش ما نمحوش لي ميداي اللي كان اللي سبقوا. احنا تمنينا دخلنا ميداي دور واحده موراها زوج ولا ثلاثه هكذا الامور هاي ولا حقت. بصح احنا نتمناو هذا الجروب اللي يروح ان شاء الله يفكر باللي عندنا ميدايات، ما من المدربين يفكروا باللي حنايا درنا ميدايات في الجزائر، ان شاء الله ما نسيبوهاش ما ندخلوش هكذاك، ونتمناو لهم ان شاء الله تكون ريزيطا. وباش نقول لك انا تكون ولا ما تكونش، كيما الناس اللي مدلك يقول لك برونوستيك نجيب دو ميداي تروا ميداي وبعد يلاقيه في الايروبور يضحك بحناكو ويطلقوا لي
قال تخلص كما قال ابراهيمية سمعتوا هذيك الخطره داروا لا بوزيسيون تاع 5 ميداي ندخلوا ب 5 ميداي فافورا و 5 ميداي سمعتوها بالك واش قال ابراهيمية ابراهيمية قال لك انا كنت مسير وكنت مدرب وكنت لا لي ميداي اولمبيك ماشي سهلين الهضره لسانها وخلقوا لنا ربي غير لحمها برك طلعوا طابق الهضره يهضروا بصح نشوفوا الصح وراه الصح يكون مستقنع به غير مولاه كيعود راح يبريزونتي به يحس واش خدم ويحس واش كاين برا كي ثم يحس بالباجاج تاعو باللي عنده صحيح ماشي بالهضره برك دير لي تروا تروح تجري لي في طابلات وتجي تقول لي روح نجيب ميداي هذه ما كاش من هذه كاع لازم تكون فريكونتي لو مليون او نيفو لازم بارتيسيبي او نيفو تخالط تسرق تجيب كونها انا الناس كي تروح تلقط على ذلك عيط نطلمس جاك من غير واش يدير كي يدير لامانير يعيط الله ثلاث برك يدي منين نروح نطل نشوف واش يدير واش يقول له غير بالتشبه برك نخطفها منه كما قالت لي انا مدام قالت لي قريت على حساب الكراطب اللي راهم عندك هنا تاع تاع الكواغط راك مقابل الرئيس والله غير على بروغرام نديرو التواسي شوف نروح نتبع اللي صار ها واش يخدموا منا والاخر تلقاني نكوشي ونخطف منهم ما نقولش نخدم مع كاع مين نخطف منهم ايه بالهضره سقسي كيف ديروا لا بريباراسيون كيف تخيروا لا سيليكسيون بعدين هذه كي نخلص من جيبي قهاوي نخلص حاجه قال نحكم له بلاصه في الكار باش نواثب الترونسبور كي عندها في ارواح نحكم له بلاصه بعد انتهز عليه بالعقل كيف ديروا لا بريباراسيون كيف تخيروا لا سيليكسيون كيف تتريوا لا ثلاثه اذا كانوا عندكم زوج كيف كيف الى كان هذه هي الاكسبيرينس نرحم عليه ونحيي كل عائلة تاعو ونحيي كل يعني الوالدين اللي صنعوا بطل عظيم يعني نتأسفوا يعني بالفقدان تاع ميدو السلطاني. مليحه ميداي برونز في برشلونه وكان منضبط كان سيريو بزاف على هذه اللي ربي شاف ليه